الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النقيب العام لن أرحب به لأنه هو من يرحب بنا. عندما يتواجد المحامون فيكون رب الأسرة هو من يرحب بأبنائه. عذرا أنا مش هقدر أعيد تاني بترحيب إخواتنا وزملائنا وإخواتي الكبار اللي عشنا معاهم طوال 4 سنوات باحترام وأدب وذوق، فأنا عذرا مش هقدر أرحب بيكم تاني، كفى ترحيبا علشان نترك الوقت لمعالي النقيب إن شاء الله. الإنجازات مش هنتكلم في إنجازات طبعا، لأن سعادة النقيب هتكلم فيها، ولكن إنجازات الشرقية واضحة الحمد لله على ما أعتقد. ممكن يكون مش على رضا كامل من المحامين، لأننا عمرنا ما هنوصل للرضا الكامل أبدا، ولكن من تجديد غرف، من شاشات رول، من علاج. كان الأول المحامي عشان يجيب العلاج كان لازم فواتير ولازم ويطلع على مصر ويجيله شيك. النقيب أهدانا من أول الدورة ب2 كمبيوتر ب2 أطباء موجودين بصيدليتين علشان خاطر السادة المحامين أصحاب الأمراض المزمنة.